انا دكتور محمود علام الدين، الاستاذ بكليه اعلام جامعه القاهره. حقيقه انا سعيد بمشاركتي النهارده في مؤتمر جامعه الاهرام الكنديه كليه الاعلام. حابب يناقش موضوع شديد الاهميه وهو التربيه الاعلاميه، وده الحقيقه مفهوم جديد بيحاول ان هو يضع القارئ، يضع المشاهد، يضع المستمع في الصداره، ويحاول ان يعطيه المعارف والمهارات اللازمه لكي يستوعب محتوى وسائل الإعلام ولا يقع ضحية له ويستفيد منه الاستفادة المثلى. حال المؤتمر بيقدم تجارب متميزة من العالم، من أوروبا، من أمريكا، من أمريكا الشمالية، من أمريكا اللاتينية، بعض التجارب العربية. بيشهدوا تجمع ضخم جدا من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية وفي عدد من الجامعات العربية. تعرض في بحوثه للعديد من القضايا، منها المشاركة السياسية، منها الإعلام والإرهاب، منها ما يتعلق بالمرأة وصورتها والتثقيف الصحي والإعلان السياسي والمشاركة السياسية للشباب. هي تنوع، تتعرض لمجموعة متنوعة من الموضوعات التي كلها تصب في إطار التربية الإعلامية. والحقيقة يمكن إحنا في ضوء الهجمة الشرسة اللي بيقوم بها الإرهاب من خلال الوسائل الاجتماعية ومن خلال ما ينقل عبر هذه من خلال هذه الوسائل إلى الوسائل التقليدية، بتبدو أهمية هذا المؤتمر وأهمية تثقيف الجمهور وتوعيته بشكل مستمر حتى يستطيع أن يصمد أمام هذه الهجمة الإعلامية التي يتعرض لها. شكرا حبيبي.